المغامرات جزء لا يتجزأ من شخصيتي، بس عشان تكتمل المغامرة وتكون أقل خطورة مالي إلا المواشي. دروبس هو المنقذ اليوم، وهو اللي ينقذني. اللي يعرفني يدري اني انسانة متنوعة ومختلفة في ذوقي، فعشان كذي اليوم جايبة ربعي بفاجئهم مفاجأة، بطبخ لهم طبخة. بس تدرون انا وين؟ انا فود تراك. العادة الفود تراك برجر، دونات، ايس كريم، اذا كثروا سووا ستيكات. بس انا اليوم بسوي شيء ما تتوقعونه، تابعوا عشان تعرفون شنو سويت وشنو تقدرون انتم بعد تسوون. أول تحدي عندي اليوم اللحم، لازم ينضى، فعشان كذي مالي إلا جدر الضغط. حطيت بصلة وشوية ماي وبهارات حب، ورق غار، دارسين، هيل، فلفل أسود وهيل أسود، وسكيت عدل وخليت على النار لين ينضى. وبجدر ثاني قطعت بصلة وحمستها مع بهار اللحم وبهارات الكويتية من اللي طلبتهم من دروبس. وبباديه خلطت الطماط والطماط المعلب ومعجون الطماط، حطيتهم على اللحم وحمستهم وقلبتهم لين اختلطت النكهات. عقبها ضفت اللومي والفلفل الأخضر وراسين ثوم. والبامية كانت مثلجة، قليتها بالفراير عشان تمسك عمرها. عقب ضفتها على المرقة وخليتها على نار هادية لين خدرت المرقة، عقب ملحتها. أما التحدي الأكبر هو العيش، أبي أطلع مشخول وبنفس الوقت في حكوكة وخنين وناضي. قلت مالي إلا طريقة واحدة، طريقة التاجين، بس شوي مطورة. سلقت العيش وقسمته نص، خلطته مع روب وزيت وملح ونقوع الزعفران، ووزعته على صاجة البرجر مع شوية سمنة عشان تطلع خنينة ومحمشة من تحت. وزعت باقي العيش عليه وخففت الحرارة عشان تضبط الحكوك. وما يحلى التاجين إلا بالزرشكي. سلقته بشوية ماي، عقب شخلته حطيت عليه زبدة وشكر وشوية من نقوع الزعفران وقلبته لين استوى. إكسبو ميلان كانت تجربة جديدة علي، أني أنا أشارك وأمسك مطعم البافليون أو الجناح الكويتي في ميلان. ديرة جديدة، ستاف جديد، ناس ما أعرف لغتهم، أغلبهم يعرفون إنجليزي، معدات مو معداتي، مطبخي، تفاصيل كلها جديدة من الألف إلى الياء. الحلو فيها تعلمت، فهمت وايد أشياء، اكتشفت أن الإنسان يقدر يأقلم نفسه بأي مكان يقدر يعيش فيه. أكثر تجربة كانت صعبة علي كانت احتفالية العيد الوطني، وكان حاضر فيها وفد كويتي كبير تحت رئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء. كان على أساس أن الاحتفالية عدد الضيوف 100 شخص. تفاجأت قبل الغداء بأربع ساعات
إنه 250 شخص، الطاقم الإعلامي، الفنانين، الله رحمة الله عليه عبد الحسين عبد الرضا، أستاذة حياة الفهد، أستاذة سعاد، كلهم كانوا موجودين. فهذا كان أكبر تحدي. طبعاً الستاف اللي كان وياي موجود أغلبهم طليان، يمشون بالسيستم، يمشون على حسب الأوردر اللي موجود عندهم. فلما تقول لهم في أوردر فجأة نزل علينا، الأغلب ما يبي يتعاون وياك. فاضطريت أني أنا أسوي ما يقارب 200 وجبة زيادة ما كان محسوب حسابها من الألف إلى الياء. رفيجاتي هم أكثر من رفيجاتي، أعيز وعد وحكي عنهم، مآزريني بكل مراحلي حتى مغامراتي، قلبهم قوي. والغريب إنهم كلهم توقعوا أكلات سريعة، ولا واحدة خمنت شنو طابخت لهم اليوم. بعد كل المرور على هالمطابخ هذه، أقربها حق قلبي المعجنات والحلويات، ما زلت أحس أنها هي القريبة لي، لأن فيها جزء فني، فيها مذاقات مختلفة، فأحس أن للحين أنا هذا الهاجس المسيطر علي. مطابخ البحر الأبيض المتوسط كلها ما أقدر أحدد واحد فيهم، كل واحد فيهم لنكهة أحبها وايد، المطبخ الهندي والمطبخ الإيراني. الديزرت في شيء كذي عربي وفي شيء غربي. في الغربي أي شيء فيه كريم باتيسير أحبه، وفي الشرقي أي شيء فيه قشطة وفي شيرة. ثلاث مكونات وايد احبهم ولا ما استغنى عنهم تقريبا في كل اطباقي، العيش، الطحين، الزبده، اكيد الشكر. حياكم، يلا من المبادر؟ انا. يلا الله الله عمرك تبامي يا وايد اليوم بعد اقول مستحي عمرك تبامي. يلا تفضلي يا حلوه. يلا على شيء، يلا فيها بعد واحد. ما يصير يمنع بدون باميه.
المفاجأة الثانية على الطاولة. متوقع الطبخة اليوم ولا لا؟ والله اللي توقعت مشاعر، قالت بتوقع مرق عشان ما تدوبني. المفاجأة الثانية على الطاولة. جميل صراحة، بامية من فوتراك. لا خلوا البامية، الحكوك. عجيبة. حكوك عجيبة. اي والله، لا صراحة جميلة لذيذة، مو متوقعة بعد. شيء يهبل يعني، الديتيلز ما توقعناها ان نكون كذي برا وفود تراك المعبوج. كلش مو حقينا صراحة، فاجأتينا بعدين تجمعنا بسرعة، صح؟ لا تجمعنا على حب وسريع، وأنا تفاجأت إنه ما شاء الله المجموعة كبيرة وياين كلنا على أساس برجر هوت دوغ ولا هوت دوغ. صراحة مفاجأة وخيال، شلون تغطيها بالفود تراك. برافو عليك. هذا ترى ثاني طبق. إيه شيء طلبنا ريفل لأنه عجيب. لذيذ. بتسوونها مرة ثانية؟ يس بنسويها طبخة ثانية. والله انا راح انطر الطبق بدون توقعات مثل اليوم، يعني انت جوعانة بس حطي لي اكل. مع هنوف دائما في ابتكار، ما ادري انا هذه فكرتي عنها، دائما تبتكر لنا شيء. اكيد اتوقع شيء جديد ومبتكر يعني صراحه، لان متعودنا منك ماكو شيء عادي. او ماي جاد، بعد شنو لحمة بعد شي يطلع عش ماكلين؟ أنا قلت لك أبي سبريسكت بس ما شنو بتحطي لي؟ لا توني قاعدة أطبخ، شنو قلت حسب البطل توني تحطم طبعا. احنا بالكويت ولا بنيويورك؟ يعني حاشي بس حاشي ما ينطبخ بسرعة. أنا كنت أوبن، شنو اللي بي حياها الله، وسبحان الله يا أحلى من ما أتوقع، ناس حلوة وطباخ وهنوف من الصبح، تعالي ما تعالي وين ما وين حتى ما ندري شو السالفة، كل شيء ضبط. آخر شيء هالحكوكة هذه الحين أطرتها أنا حكوكة اللي جابنا هنوف طبعا، درينا فيه تجمع وفيه هنوف فكرنا أكيد يعني هنوف ما لازم في شيء، لازم في شيء أكل. يس والله صراحة أنا كان جدولي مختلف جدا، صح؟ كنت طالعة مع زوجي بروح نحتفل بآخر يوم يعني قبل رمضان، بعدين جاتني المكالمة وتغير الجدول، وصراحة يعني I'm so happy إني موجودة، لأن فعلا غيرتي مودنا الطبيعي صراحة، ف thank you so much من قلبي يعني. إي والله الأشعار أنا الريحة بس تفين هذا الريحة عطتك جو كذي، بس يبي له لبن بعد، عطت تاتش فاخر يعني على فوق البامية. تاتش فاخر مناسب شيء ما شاء الله عليه، بس ناقص اللبن والتمر مرة ثانية. إيه قاعد أقول إيه كان باقي
تحطوا لنا ستيل باك زي تحطوا لنا ستيل باك سجحنا دخلنا من كلينا. ما شاء الله تبارك الرحمن تجربة عجيبة وشكرا على اللي شفت ناس احبها من زمان مو شايفتها. اي والله والله استانسنا والله. اليوم كانت مغامرة بالنسبة لي من البداية للنهاية، الفكرة كانت مجنونة، حبيت أجربها وأكثر أرض خصبة أقدر أجربها وما أخاف ولا حاتي ولا جازف اللي قاعدين وراي. Thank you.